اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه شويه تنوع، ولكن الفكر الطهوي غالب على الماتيريال. ماتيريال بسيط، بتنجان، لحمه مفرومه، شويه برغل بتاع الكبيبه بس الخشن منه. البرغل ده نوعين، اللي هو منتجات القمح الصلب، عشان نعرف البرغل ده جاي منين. جاي من القمح الصلب، بيطلع منه البرغل الناعم والبرغل الخشن. البرغل الخشن بيخش في بعض الاكلات زي برغل بتفين، لحم بالبرغل، سمك بالبرغل وهكذا. هنعمل برغل بالشعريه النهارده، اسمه برغل بتفين بالشعريه، عدل اللحمه اللي انا هعملها مع البتنجان اللطيف الحلو ده، هنعمله كريسبي مقلي. هنطور من اكله البتنجان، هنعمله رولز كده، محشي لحمه مفرومه وفليفر، وبعد كده يخش في مراحل البانيه ويتقلي يتعمل زي الاسكالوب. حاجه حلوه فيها افتكاسه طهويه. الحلو بتاع النهارده، لا تجيب لي شوكولاته لا بلاش يا ولا، روح رجع البطاطا انا مش عايزاها. البطاطا النهارده معانا بطاطا حلوه، هعملها النهارده بالكريمه ونشوفها مع جوز الهند تبقى ازاي، واخده الفليفر والمهلبيه والوايت صوص، لطيفه وجميله. وانا من عشاق البطاطا الحلوه، اي نعم هي مش في الموسم بتاعها، في بعض المحلات بتبيعها في اي وقت. البطاطا الحلوه قيمه غذائيه عاليه جدا وغنيه بالبروتين وغنيه بالالياف الجميله الحلوه، والسكريات بتاعتها سكريات امنه غير الكربوهيدرات اللي موجوده فيها. هستاذن حضراتكم، هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف فكره عمل البطاطا بطريقه جديده، برغل بتفين بالشعريه، البتنجان اللي هنطور منه النهارده ونعمله كريسبي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف التفاصيل الصغيرة ولكن طعم جديد وشكل جديد. معايا البتنجان، هنعمله رولز النهاردة، محشي لحمة مفرومة، حاجة كده واخدة سكة الاسكالوب بانيه. معانا بتنجان، ونجيب البتنجان العروس الطويل بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه. وانا انصحك لما تشتري الخضروات بتاعتك او الفاكهة انت تشتريها بنفسك، في متعة كده لطيفة. معانا لحمة مفرومة، معانا البصل والثوم والتوابل بتاعتنا والبقسماط والبيض، والبقسماط والبيض زي الفل، ده مهم جدا. ادي البقسماط والبيض معانا اهوت عشان تبقى كل حاجه معانا زي الفل. حلو الكلام، تعال شوفوا ازاي هنعمله مع بعض. اول خطوه بحضر البتنجان ان انا احشيه، ولكن مش هنحشيه كاللي احنا بالطريقه اللي احنا عارفينها. البتنجان معايا اهوت زي الفل، طازه، ونعرفه طازه ازاي اول ما نشوف العشبه بتاعتها دي او الزهره دي خضرة كده، نعرف ان هو ايه طازه وزي الفل. نيجي هنا نقطعها كده بالشكل ده كده، ونيجي ايه واخدين منه الرقائق. طب هنلفه ازاي يا عم الشيف رولز؟ هعلمك دلوقتي على حاجه حلوه، يبقى احسن مني كمان في لف البتنجان. هنعمل محلول حمضي من ماء مغلي وعصير ليمون وشوية ملح. هنحط البتنجان ده في قلبه ونحشيه مع بعض دلوقتي. فكرة، ونطور من البتنجان. مش كل يوم هناكل بتنجان بابا غنوج متبل، بتنجان محشي، بتنجان بالشكل ده كده. نجيب شوية ملح هنا بزيادة شوية، حلو الكلام. ونحط في المية بالملح دي شوية مية مغليين، يعني ميه سخنه بدرجه الغليان تقريبا بالشكل ده كده. ايه الفكره يا عم الشيف؟ هنعمل عمليه تليين لشرايح البتنجان، دي رقم واحد. رقم اتنين، شوف انت بقى الخبره الطهويه، انا البتنجان ده يعني حديد، يعني اكسده، واضح ان هو ممكن يسود مني وانا شغال. اقوم اعمل ايه؟ الليمون ده كده، عصرة ليمون، تعملي فروت سلاط، في تفاح وفي موز، تقطعي بتنجان زي ده كده وتشتغلي فيه. شوفي بس دي الخبرة الطهوية هنا، وادي الليمون ده هنا في قلبها كده. ده المحلول الحمضي بتاعي، ملح وليمون ومية مغلية. حلو الكلام؟ انسي ان البتنجان هنا يسود منك نهائيا. وبعدين هيدي فليفر وطعم للبتنجان بتاعي.
لان انا هشيل لحمه مفرومه دلوقتي، هاخد اللحمه المفرومه اتبلها زي الكفته، كاني اعملها كفته بالظبط. عصة الليمون دي مهمه جدا. تمام زي الفل. هناخد البتنجان بتاعنا نحطه هنا كده. الله عليك يا عم الشيف، والله عليك شويه اختراعات بيريحوا ست البيت والله. لا مش حط خل، خل كده هنخللوه. شفت كده مخرج لازم طبعا يحط نفسه. شفته حلو كده. دي مش عايزها، نجل دي برضو نقطعها كده. ما تيجي تقطعيها بالشكل ده كده. الله. والله احنا بقى البتنجانيه دي شويه فيها بذر. حلو الكلام. هناخد دي كمان بالشكل ده كده. ونجهز القعده بتاعتها كده ونيجي هنا. في طبعا مقشره تاخد لك البتنجانيه. والله البتنجانيه دي شكلها محظوظ كده، قلبها ابيض. شفتوا؟ حلو. ولازم تكون سكينه مشرشره. اهم حاجه الخطوه اللي انا عملتها دي، اللي هي الافتكاسه دي. ميه مغليه فيها عصير ليمون فيها شويه ملح ونخليها على جنب. البتنجان يتقطع يتحط في قلبيها. وعلى فكره ممكن نعمل بقى 20 30 واحده، مفيش اي مشكله. عندنا زيت هنحمر طبعا فيه البتنجان ده. خلي بالك لا تعوري نفسك. السكينه بالراحه كده. تمام زي الفل. اشيل دول من هنا، بس انا مش هرمي البتنجان ده. شوف الشيف المغازي هيعمل ايه بقى. البتنجان ده يتقطع وينزل على اللحمه المفرومه. اوعى تفكري ان انا ممكن ارمي اي حاجه في ايدي، خلي بالك. حلو. البتنجان اهوت يتاخد ده كده. بالشكل ده كده. معايا لحمه مفرومه مش هنعصجها، الحاجات دي مطلوبه انك انت تكون حاضره الذهن على طول. لان دلوقتي اللي هيتابعنا يقول لك انا عشان مثلا احشي بتنجان كيلو البتنجان بالشيء الفلاني ارمي نص البتنجانيه. يا راجل يا طيب، انت لو صبرت على رزقك ربنا يكرمك. ادي البتنجان بتاعنا زي ما هو كده، اتقطع بالشكل ده كده. ده على فكره دول لما يتحمروا دلوقتي وينزلوا على اللحمه المفرومه بتاعتنا اللي احنا هنقلب معاها بصل وتوم كاننا هنعملها كفته، هتاكل صوابعك ورقه. البتنجان ده بالشكل ده كده زي الفل. او تعملها سلطه نفس التقطيعه دي، خلي بالك. تعمل سلطه تبقى لطيفه برضو، تاخد زيت زيتون ومعلقتين طحينه وعملت طبق مكبلات. انما في حاجه تترمي مع الشيف ربنا يزعل مننا. هناخد البتنجان ده بعد التقطيعه دي يا عم الشيف طريقتين، يا اما قلت لحضراتكم نعمله سلطه، يا اما ان احنا ايه هندخله في الحشوه بتاعتنا. ادي البتنجان بتاعنا، شوف البياض وشوف الحلاوه، ما يسودش ابدا. عصير الليمون عليه زي الفل. هناخد البتنجان ده يا عم الشيف نحمره مع بعض. اللهم صل على النبي. حلو بالشكل ده كده. نحط عليهم البصلية الناعمة، ده هينزل على اللحم المفروم. فص التوم الحلو، شوية الملح الحلوين. حلو. معلقتين الزيت ونسيبهم على النار مع التقليب. دول هينضيفهم لحشوة اللحمة. ده الجديد. عندك مشروم تضيفيه على اللحمه ما عنديش اي مشكله. تقليبه حلوه مع شويه زعتر كده. انا جودت في الحشوه بتاعت اللحمه. الله. على نار شديده كده واسيبهم يتحمروا شويه على ما نجهز اللحمه بتاعتنا. طبعا البتنجان ده لما يستوي على النار بالتاكيد طبعا بيبقى طري، ما بيبقاش بنفس الكميه دي كده. نجهز اللحمة المفرومة بتاعتنا. كاسرولة موجودة معانا، ده اللحم المفروم بتاعنا. لا يا غالي مش هنعصج اللحم، لحمة تتحط نية، لحمة مفرومة نية. البهارات بتاعتنا، تبل حتة اللحمة الحلوة. ده المطبخ، ان انا باقل تكلفه ممكنه اقدر ان انا اعمل
شكل جديد وطعم جديد، وفي نفس الوقت كمان قيمة غذائية عالية جدا. فلفل اسود مع اللحم، شوية الملح التمام، هنقلب الحتة الكفتة دي مع إضافة البقدونس الناعم، الله، مع إضافة معلقة هريسة حلوة، كل ده عم الشيف، سنة شبت صغيرة عشان البتنجان ومشاكل القولون. شفت بقى الشيف شغال ازاي؟ تقول لي يا شيف بتنجان مع اللحمة، طب ما انا بحب اللحمة المفرومة، هي ناقصة؟ القولون بتاعي تعبان، انا نفسي اكل بتنجان بس مشكلتي مع القولون. معلقة شبت صغيرة، معلقة كمون، عالجنا مشاكل القولون مع البقوليات ومع الحاجات زي البتنجان زي الكرنب الحاجات دي كلها. عندي هنا البتنجان بيتحمر، شايفة التحميرة دي، مع البصلية مع التومة، عشان كده ما حطتش بصل ولا توم في قلب اللحمه. الله الله، لو عندك شويه مكرونه سباكيتي مسلوقه دلوقتي والبتنجان ده ياخد صوص طماطم كانه لحمه مفرومه، ونعمل المكرونه السباكيتي بالبتنجان، طالعين يحبوها قوي على فكره. يا سلام لو عندك شويه فراخ متقطعين مكعبات صغيرين ويخشوا على البتنجان ده كده، ونعمل طاجن البتنجان بالفراخ. كل دي افكار طهويه وانا شغال، اللي هي محطة الإبداع اللي بيسميها المغازي. يا سلام على البتنجان دي بالتقطيع الحلوة دي كده، معلقتين طحينة، عصرة ليمون، زيت زيتون، بقى طبق مقبلات وهكذا. نقلب اللحمة دي كده بالتتبيلة بتاعتي، اللهم صل على النبي. حتة اللحمة خدت طعم تاني وشكل تاني. مدرسة الكفتة. شوف بقى التركية اللي جاية. طبعا وجود البتنجان مع اللحم مطلوب، ولكن وارد جوة حشوة البتنجان اللحمة دي تفك مني، أعمل إيه؟ هي دي معلقة الدقيق الصغيرة دي في التقليبة. حلو الكلام. ناخد البتنجان بتاعنا ده، معلقة الدقيق لها دور كبير جدا على فكرة. البتنجان هنا هينزل سوائل جوة اللحمة، وجود الدقيق في قلب الخلطه بيمتص السوائل. انا بدخلك جوه تفاصيل الاكله، جوه التفاصيل التفاصيل. ناخد البتنجان بتاعنا، اللهم صل على النبي، شويه البهارات الحلوين، تقليبه حلوه. في الحاله دي هنقلب كده بمعلقه خشب عشان دي سخنه. الله على الحلاوه. شفت الحشوه دي؟ لا في كتاب ولا في كراسه، فين يا مغازي؟ في الطاسة. جت معايا ازاي دي مش عارف انا، لا في كتاب ولا في كراسة. شفت اللحمة مع البتنجان، الله عليك، شفت قلبتها، الله، حشوة لطيفة. ممكن نحشيها لفراخ، ممكن نحشيها لحمام، طوري من البتنجان. انا مش بطور منه عشان هو رخيص، لا، عشان القيمة الغذائية العالية بتاعته، غني بالحديد، غني بالمعادن، غني بالالياف، مفيد جدا، بيعالج مشاكل الامساك، حلو للاعصاب، حلو للذاكره. بتنجان موسوعه غذائيه. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشتغل بقى، نجيب طبق ونشتغل بانيه. الله عليك. ونوسع لنفسنا كده ونوقف كده الوقفه الحلوه دي كده، وناخد كده شريحه البتنجان الحلوه. مخرجنا الجميل، ربنا وعدك بزياره النبي، قول امين. بص، محشي. شفت الجمال؟ هو ده. حلو. ونخليها هنا. شفت البتنجانيه بتنتني معايا على طول ازاي؟ هو ده تاني. ده الجديد. حطيناها في ميه سخنه. شفت البتنجانيه ولا تتكسر ولا اي حاجه، الفها في ايدك يا شمرق تطلع معاك. بص على الحلاوه هنا، ركز معايا. بص، دي البتنجانيه، تتكسر مين يا طيب؟ ميه مغليه، عصره ليمون، شويه ملح، ميه مغليه، عصره ليمون، شويه ملح. هنا الافتكاسه، هنا الخبره. حلو الكلام. لحمه مفرومه جواها بتنجان، لحمه مفرومه جواها يا عم الشيف، جواها بتنجان. حطها كده زي الفل. طبعا عندي بقسماط وعنده بيض. شفتي؟ بحضرها كده زي الفل، التكسيره دي واخدها تاني كده. تسيبوني بقى اشتغل الفيلي شويه 30 40 واحده، لان الفكره عجبت حماتي وهات في حماتي.
نعمين ها ونطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نكون لفينا 20 30 واحده مع بعض، علشان هنعزم النهارده قرايبنا واصحابنا على فكره طهويه جميله غير مكلفه ولكن طعم وشكل جديد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، نعمل شويه حلوين. بتنجان معانا، بتنجان المفروض يقعد في شويه ميه بالليمون زي ما حضراتكم شايفين، بناخدها كده زي ما هي اهي اهي. بص الشريحه دي اخر واحده اهي، بحطها كده واخد اللحمه المفرومه بتاعتي اهي، كميه اللحمه المفرومه على حسب حجم حبات البتنجان، وهلفها كده اهو اهو زي ورق كرومب اهو اهو، والعود التوزبيكس الصغير ده كده هنا لغايه لما تتحمر بس ونشيله. حلو الكلام؟ اه. دول كفايه، نعمل كمان شويه مع بعض. تاخد دي كده، دي مقطوعه معايا او مديها ايه حته صغيره كده من اللي موجود عندي. اه هو ده، شفت المطبخ؟ اه ما تترميش يا اختي. لكن ما هي يا فندم، ما فيش حاجه تترمي مع الشيف ابدا. زي ما هي كده اهي. بصي والله يا شيف طورت من البتنجان ده، كبيره معانا مسقعه يا ستي يا طيبة. خليكي معايا، ما الموضوع بسيط خالص اهو زي الفل. ده انا اتعمدت اعمل المتقطعين دولت علشان المخرج قال لي طب هترميهم ازاي يعني؟ انت قلت التبذير اهي. بص اهي اهي، ودي كمان اهي اهي زيها جنبيها زي الفل اهي. خليهم جنب بعض كده واشتغل كده مع حضراتكم اهو اهو اهو. اللحم اهي اهي، والفها كده اهو. دي هتخش دلوقتي على بيض وبقسماط. حلوة اهو، نخليهم كده ونشيل كل حاجه من هنا، نخش على المرحله الثانيه من عمل البانيه. معانا من البيض ثلاث بيضات، ومعانا بقسماط. حلو؟ اه، واحده واحده كده عشان الطبق ده مهم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. عينيا اهو. 1 2 كفايه. حلو الكلام؟ هناخد ده يا عم الشيف. طبعا وجود البيض بس هنا مش كفيل عشان يشيل الخلطة، لأن الملمس بتاع البتنجانة غير ملمس اللحمة غير ملمس الفراخ. ناعمة طبعًا مش هتشيل. نقوم نعمل إيه بقى؟ هي دي التركاية. هناخد البيض ده كده، فص توم حلو نتبله، شوية بقدونس نتبله للبيض. أه اسمعي كلامي بس كده علشان الموضوع هنا فيه خبرة طهوية. معلقة صغيرة من الفليفلة الحلوة دي كده على البيض. الله عليك يا عم الشيف، الله عليك لما تبدع. معلقة نشا على البيض. كل ده شيف؟ اه. معلقتين دقيق على البيض. الله. حلو الكلام، هنقلب كل دول بالمضرب. شوف بقى التركاية هنا. اه. ده بيض ونشا والبهارات بتاعتنا. اه. عصرة ليمون. باذنجان يحب الليمون. خلص الكلام، ونقلب دول كلهم مع بعض، وهناخد من الخليط ده يا عم الشيف ونشوف هنعمل ايه. اهو الله عليك، هو ده. تفاصيل صغيره ناخد دي مع بعض كده اهو في قلب الخلطه دي، شفت الشقاوه اهو، ونشيلها من هنا تنزل على البقسماط. اهو ناخدها هنا تنزل على البقسماط. الله عليك، خدتها هنا. شفت اهم حاجه الخليط يكون له القوام ده، نشا ودقيق. وجود النشا مع الدقيق هيديني صلابه، هيديني كريسبي للبتنجان بتاعنا. اهو حلو. اهو تاني اهو. التكلفه هنا كلام فاضي، هو البتنجان وهي اللحمه المفرومه، شغل المسقعه بتاعتنا اللي احنا عارفينه. اهو يمكن بس الاضافات هنا شويه البيض والخبره الطهويه. اهو بقسماط، عندي الزيت هنا درجة حرارته 180. باخد البتنجان كده اهو. نفس القصة اهو. والله طورنا من البتنجان، برضه لحم مفروم اهو. اهو. كل الكمية احطها هنا.
عشان ما احطش ايدي تاني فين في البيض. وانا شغال كده اهو مع اللي انا عاملها دي مع بعضيها، اوريها لحضراتكم دلوقتي هنشوفها اهو، احطها هنا مكانها اهو، ونفس القصه. ده المطبخ يا شيف. المطبخ ده لما اخد العربيه بتاعه السوبر ماركت واروح املاها بقى وادفع لي 5-6000 جنيه، طب انا بجيب كل حاجه جاهزه، فين الابداع الطهوي هنا؟ هاخد ده كله مع بعضه ونيجي عند الزيت بتاعنا اللطيف ده كده، اللهم صل على النبي، ونشتغل مع بعض كده واحده واحده. اخبار الزيت ايه؟ درجه الحراره بتاعته زي الفل اهو كده. شفت بقى اهو كده كده اهو بالشكل ده كده اهو، هو ده امرمى. واحطها في ايدي كده عشان البقسماط ياخدها من فوق وتحت زي البطاطا الكروكيت اهو. الله، في قلب الزيت مع بعض يلا اهو اهو. ولادك مش بيحبوا البتنجان، جربي معاهم الطريقه دي كده، هيقول لك يا ماما اعملي لنا كل يوم ده اهو. في قلب الزيت. والله يا شيف ده طريقه سهله جدا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ كنت فين من زمان اهو. وانا شغال البني البصمات اللي عندك ده بعد ما تخلصي هتشيل الكلاكيع اللي فيه وتبداي يا عم الشيف نعبيه في اكياس ونشيله في الثلاجه. عايزين نحمر جمبري بعد كده نحمر، عايزين نحمر فراخ بانيه هنحمر وانا شغال واسويها بايدي كده في قلب الزيت. ده ما يتقلبش كتير وجود الدقيق جوه اللحمه المفرومه من البدايه خالص هتسيب الجمبري وتاكل البتنجان ده. لا ما انا رايح على سكه تانية. يعني لو في جمبري كريسبي هنسيبه وناكل البتنجان يا استاذه، ده اللي انا اقصده. حلو، الله عليك. اجهز دول كده حلو عشان اخش على اللي بعده. هنشوف مقادير دلوقتي البرغل بتفين. برغل مشتقات القمح الصلب غير الفريك. الفريك بيطلع من القمح اللي هو الاخضر، انما البرغل بيطلع من القمح الصلب. حلو الكلام؟ وده مشهور طبعا ومعروف في اطباق الكوبيبه اللي احنا عارفينها. المقادير على الشاشه. برغل خشن ده اساسي. معانا شعريه، معانا بصله ناعمه، فص توب ناعم، النظافه مطلوبه، شويه البهارات بتاعتنا، معلقتين سمنه بلدي، طاسه شديده الحراره على النار. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. وانا شغال كده. ده الطبق طبعا كله عناصر غذائيه انا بخلط المطبخ بتاعي. مطبخك ازاي يكون مطبخ صحي وفي نفس الوقت بتعملي كل حاجه انت نفسك فيها ومعايا البتنجان بيتحمر وانا واقفه زي الفل. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ بص على الحلاوه دي، بص على الجمال ده كده. هو ده هو ده هو ده. سيبهم في قلب الزيت، هنقول لكم دول ليه تاني في الاخر. هناخد الشعريه نحمرها. الله الله اكبر. الشعريه نحمرها مكعبين من الزبده. نحمر الشعريه بتاعتنا. الله، نخليها تاخد لون. وجود الزبده مع الزيت يساعد على احمرار الشعريه. رشه ملح على الشعريه تخلي لك الشعريه كلها حبه واحده في التحمير، ما تبقاش واحده فاتحه وواحده غامقه. وخلي بالك يا امي يا خالتي يا عمتي يا ست الكل يا شرباطه انك انت حاطه ملح على الشعريه. اوعي تملحي الرز مرتين هنا ازعل منك التحميره دي مطلوبه. الله اكبر وانا بحمر كده ما اعمل ايه بقى؟ التركايه دي بقى مطلوبه. هو ده هو ده. بصلايه ناعمه. الله عليك يا شيف، لما تشتغل الابداع. فص توب ناعم مع الشعريه اصبر على رزقك. مكعب زبده وانساهم شويه واروح اشوف عندي ايه. حلو الكلام؟ هغطيها كده وانساها شويه.
هو ده الصح. سيبهم شويه مع بعض. ايه الاخبار هنا؟ بص على الحلاوه بالله عليك، ما تزعلنيش منك، ما تفوتش الفرصه دي بالله عليك معايا شويه يا فاروق. اساتذه المصورين حبايبي، فرص الحلوه لا تتعوض. اهو شيله كده، هو ده. ده كباب ده. والله انت بتضحك. كباب ولا قلت لي ارفع كمان؟ اهو هو ده هو ده. تعالوا مع بعض نغرف الشويه اللي احنا عملناهم دول سريعا. اللهم صل على النبي. طبق زي ده كده حلو. الله عليك يا عم الشيف، حلو قوي. ممكن على فكره نقدم معاه صوص طماطم اذا احنا حابين. جرنش جرنش يا باشا، جرنش برزنتيشن يا باشا. شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده؟ يتاكل يا فندم. ولو حطيت بقدونس وحمرته برضو برزنتيشن، غير من الشكل عشان العين ما تاخدش على الشكل. وبالشوكه هرفع البتنجان مش بايدي كمان، عشان اثبت لحضراتكم ان مفيش حاجه ايه فكت. هاخد البتنجان كده. الله عليك يا شيف، الله عليك يا شيف. ده البتنجان حيرناه مسقعه، حيرناه بابا غنوج. انت بيعمليه بقى، وما تقوليش للضيوف بتوعك ان ده بتنجان خالص. سيب البتنجان للبتنجان، بعد ما ياكلوا كده ويشبعوا جوزك جاي بقى معصب من الشغل، انا عامله لك اكله جديده النهارده. كلمي بقلب جامد، وراكي سند الشيف المغازي في المطبخ معاكي، هيديك الافكار. لا تفكري ولا لا تفكري ولا تحتاري. شفت باشا زي الفل تمام اهو. شفت الحلاوه؟ محمر الاثنين التانيين. يلا احنا ورانا حاجه. ألف أنا وشيف في الزيت، في الزيت. مع السلامة. أنا هحط الطبق ده هنا، مخرجنا تتغزل فيه على ما تشوفوا الشعرية وصلت لفين. اللهم صل على النبي. أخبار الشعرية خلصت. تقليبة. الله بصلايا. بص على الحلاوة بالله عليك، بص على الحلاوة هنا. تعال معايا هنا، هو ده. هو ده. عينيا 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 عينيا. شفت الحلاوه دي؟ هو ده. بصلايه والتومه والشعريه. الله عليك. ننزل بالبرغل بتاعنا ده كتير. نص الكميه كفايه. الله عليك يا عم الشيف. ونقلب. اسمه برغل بتفين بالشعريه، ممكن يتعمل بالحمص. تيجي تتكلمي عن العناصر الغذائيه اللي موجوده هنا كتير قوي، بدايه من البروتين، نشويات، كربوهيدرات، معادن، كل ده. عندك شوربه بتغلى على النار، عندك شوربة لحمة على النار، عندك شوربة فراخ على النار، زي ما انت عايزة. البهارات بتاعتنا زي ما احنا حابين. فلفل، شوية كمون، الله أكبر، شوية فلفل أسود، ملح. لا حاطين ملح مع الشعرية. هو ده. نقلب. الله الله الله. هو ده. تاكل صوابعك وراه. ده اسمه برغل بالشعريه، زي الرز بالشعريه، بس الطريقه زي ما حضرتك كده شايفه مختلفه. عيار الميه. هو ده. اللهم صل على النبي. ارفع ايدك. عيار البرغل غير عيار غير الرز. لما نعمل برغل بالشعريه غير رز بالشعريه. ونسيبه على النار يا عم الشيف لمده 15 دقيقه. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف مع بعض هنعمل البطاطا الحلوة ازاي في دقائق معدودة. بطاطا حلوة، جوز الهند، فانيليا، شوية حب. هنعمل طبق حلويات جميل جدا كله عناصر غذائية. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. لا رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، بس في حاجات هنا خطفة النظر وخطفة الانظار. بتنجان رولز، سميه بقى بوبيت، سميه بتنجان كريسبي، بتنجان محشي، سميه باسمك، بتنجان ام احمد، ام محمد، ام سعيد، وهكذا. ده البتنجان بتاعنا، شرايح حشيناها لحمه مفرومه.
طبعا الاستاذ ملاح بيقول لي حطيت اللحمه نيه ولا مستويه؟ طبعا حطيتها نيه عشان تاخد الشكل الدائري او الشكل المربع جوه البتنجانيه، ما ينفعش احط اللحمه متعصجه واسيبها تاخد راحتها في السوى. نشوف مع بعض عم البرغل. برغل بتفين بالشعريه. ده مش محتاج وقت خالص. نشوف مقادير البطاطا يا استاذ رحاب بعد اذنك. بطاطا حلوه والبطاطا قيمه غذائيه عاليه جدا. ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه الجمال ده؟ تسيبه على النار يتشرب. طبيعي لما بنشتغل في حلو زي كل مره حريصين ان احنا نكون ايدينا معقمه. الادوات اللي بنشتغل بها في الحلويات تكون برضو معقمه، مش معقمه معقمه من حاجه وحشه، يعني تكون فيها ميه زهر، فانيليا، الحاجات دي كلها تكون مغسوله كويس. اكيد قلبت بالمعلقه توم وبصل، السكينه قطعت بها بصل قبل ما تقطعي البطيخه، وهكذا من القبيل. يعني معانا بطاطا حلوه هناخدها زي ما هي كده، بنحطها هنا دي مسلوقه عشان نكسب وقت. بهرس البطاطا الحلوه دي يا عم الشيف زي الفل كده بشوكه. حلو الكلام. على طول هي من غير بس توصل الشوكه عندها. حلو قوي. بحط عليها شويه قرفه. نكسر الطعم بتاعها السكري الجميل الحلو بالقرفه. بنحط عليها شويه جوز الهند. بنحط عليها شويه شربطه او شويه عسل. اعملي الشربات على ايدك. اخبار البرغل ايه؟ جاهز نشيله من النار. الله، بص بقى ماما بابا تيتا كبار السن، اكله سريعه المضغ، سريعه الهضم، خفيفه على الجيب، خفيفه على المعده. الله عليك يا عم الشيف. والله كل ده بقوله اهو، هنخليها على جنب شغرفها دلوقتي. هنقلب ده كله مع بعضه. البطاطا الحلوه بعد ما هرستها حطيت لها شويه جوز الهند. وخليك لازم تكون البطاطا سخنه وانت بتنزلي ببقيه المقادير. جوز الهند تنزل على البطاطا وهي سخنه، الشربات ينزل على البطاطا وهي سخنه. القرفه تنزل على البطاطا وهي سخنه، تشم ريحه القرفه مباشره. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخدها كده زي ما هي. الحلو بتاعنا ده كده اهو. عندنا كسروله التقديم. بناخد نص البطاطا الحلوه دي كده. بعد التقليبه الحلوه دي كده ونسويها بشكل حلو. برضو تجيب الزبتيولا بتاعتي ما يكونش فيها اي روائح من البصل او الثوم. عندي مهلبيه في الثلاجه كنت عاملاها للاولاد واكلوا منها مره واثنين وثلاثه، فحابه اغير لهم الطعم. باخد المهلبيه دي كده يا عم الشيف. الله عليكي، شويه زبيب حلوين، شويه مكسرات. جودي بقى استاذ رحاب قبضة، ومعاها قلت لك شويه زبيب، شويه عين جمل، شويه صنوبر، ربنا يزيدك. ادي المهلبيه. حلو اهو. بناخد دي كده. لا دي مش هحطها كده ابدا، اضحكوا عليا ازعل انا. شويه شربات عليها. ده على المهلبيه. شوف انا هعمل فيها ايه دلوقتي بقى. دي حبهان اللي نزل فيها دي. مخرج ده بيقول ايه اللي نزل ده؟ حبهان يا غالي. انا عامل الشربات بالحبهان مع البطاطا عشان مش بعمل بسبوسه. باخد المهلبيه بالشكل ده كده، اديها القوام الكريمي بتاعها. اللهم صل على النبي. باخد بسبيكيولا تانية المهلبية دي. شفت الحلو؟ اللهم صل على النبي. شفتي اختلف الموضوع معايا ازاي؟ نازلة بتضحك في الطبق. طريتها بايه؟ بالشربات او حليب دافي. الله، تسلم ايدك يا مغازي. عينيا خلصت. اسوأ خبر بسمعه وانا شغال لما المخرج يقول لي فاضل دقيقتين ثلاث دقايق. مش اسوأ خبر يعني حاجه تزعل، يعني ايه؟ ببقى عايز اجود واطلع اللي عندي عشان بحبكم. مش انتوا بتحبوني؟ بسمع منكم تعليقات حلوه وحاجات حلوه على السوشيال ميديا، وبشكر كل متابعينا على السوشيال ميديا اللي بيتابعونا على الصفحه الرسميه للقناه الاولى
على صفحة أكلة أمي، على صفحتي أنا كمان الشخصية. بشكر حضراتكم للأمانة، ما بشوفش منكم غير الكلام الطيب والكلام الحلو والكلمة الطيبة زي الشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة بتزرع في قلوبنا الحب، تزرع في قلوبنا مشاعر الإحساس والطاقة الإيجابية. شفت المهلبية مع البطاطا أهي، هغرف بس البرغل واجري على طول ما تزلقش. ألف هنا وشفا للي ياكل منها. الله، تعالوا مع بعض نغرف البرغل بتاعنا، شوية شربات عليها كده. الله، ألف هنا وشفا. حط عسل انت، ربنا يجعل أيامك كلها عسل إن شاء الله. قولي أمين. الله عليك، اتعمل في كاسات مع بسكويت كمان. دي جوز الهند انا حطيتها، شكل هنخليها هنا تتصدر القائمه كده. تعالوا نغرف مع بعض مستر ايه برغل في السرفيز الحلو ده كده. اللهم صل على النبي، ده مكانه. نغرفه مع بعض كده عشان وقتنا عدى وخلص. الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا شيف، ده انا هسيب كل ده واكل البرغل ده. الشعريه هنا عامله عمايلها مع البرغل ده. عايز يبقى فراخ مشويه ماشي، طبق سلطه خضراء ماشي، شويه داوود باشا ماشي، شويه كفته في الصينيه ماشي. الله، الشعريه حكايه. البرغل طبعا قمح، يعني مش محتاجين نتكلم عن القمح. القمح منه نحيا، منه نعيش، كل حاجه في الدنيا داخل فيها القمح. انا لخصته وعملته في طبق شعريه. الف هنا وشفا. حلقه النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرنا ان احنا نعمل افكار بسيطه وسهله بتفاصيل صغيره ولكن الطعم والشكل جديد. عملنا البرغل زي ما حضراتكم شايفينه كده بالشكل الحلو ده كده، وعملنا البطاطا الحلوه، وعملنا طبعا الابداع الطهوي البتنجان رولز باللحمه المفرومه. في بعض الناس مش بتحب اللحمه المفرومه، ممكن نستخدم بدل اللحمه المفرومه فراخ مفرومه. مش عاجبك الفراخ حط جمبري عادي، براحتك انت وجيبك، مفيش اي مشكله. البتنجان لا يعترض على صديق ابدا، سواء لحمه سواء فراخ سواء جمبري. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.